مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير، كي العادة معكم الشيف أمين في قناة النهار تيفي دايما من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرة. نعملوا معكم وصفات سهلة مهلة تطلبوها أنتوما ولا احنا نديروها من عندنا، باش تواصلوا معنا وتعطونا رأيكم في الوصفات، تعطونا وصفات تاوعكم، تعطونا ديزاستيس حيلات كيما نقولوا عفسات اللي نقدروا نخدموا بهم وصفات ونتعلموا منكم. ما عليكم غير تصلوا بنا في الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. اليوم لي روسات اللي راحين نخدموهم سي دي روسات اللي طلبتوهم أنتوما. دونك نبداو لاكوس، عندنا لا بايلا بلات اللي نعيطوا لها لا بايلا اللي ني باريش، يعني اون بايلا نورمال عادي اللي يقدروا يدوها كاع الناس ويستعملوها كاع الناس. كانت طلبت منا الاخت البارح نديروها، قلنا لها نديروها لك باذن الله. وعندنا لو غاتو او سيترون او كعكه الليمون، على بالكم لا سيزون تاع الحمضيات، هذه ثاني كانت طلبتها منا متتبعه وفيه، قلنا لها ما فيش مشكل. دونك لي روسيت تاعنا تاع العاده رايحين نعطوهم لكم بالتدقيق. عندنا ان باكين تاع لي غالات ولا فطائر التاكوس، عندنا ايضا لا بيشاميل، عندنا ايضا الجبن الابيض اللي يكون طري بزاف، عندنا ثلاث صدور تاع الدجاج نقطعوهم مكعبات صغار، عندنا شويه فخوماج غرويير، عندنا شويه تاع الثوم، عندنا البوافرون ولا الفلفل الحمر، فلفل خضر، شويه نتاع البصل. دونك عندنا واحد نص حبه نتاع بصل، هذا فيما يخص التاكوس. عندنا ايضا لي زانغريديون تاعنا اللي راح نخدموهم التوابل او لي زيبيس، عندنا لو بابريكا، عندنا لو جينجومبر، وعندنا ايضا الكوري، راح نزيدوا له شويه نتاع الكوري. هذا فيما يخص التاكوس. فيما يخص البايلا عندنا 300 غرام نتاع مرقاز دو جور، عندنا 4 نتاع جناحتين نتاع الدجاج، عندنا حوالي 6 بياسات او 7 بياسات نتاع وسمو ليمول او الحبار باش يطلق لوغو، عندنا 8 فصوص تاع الثوم، عندنا نص حبه نتاع البصل، عندنا لاريكوفير ولا نعيطوا له حنا الماشطو، عندنا ايضا الفلفل الخضر، عندنا فلفل احمر، هذه المايس نزيدوه لهنا مع ايضا التاكوس، وعندنا ايضا دائما البازيلا ولا كيما نقولوا لها حنايا الجلبانه باش نخدموا بها. البايلا بيان سور زيت زيتون، وعندنا لو فون ولا لو فومي دو بواسون، اللي ما عندوش لو فومي دو بواسون يستعمل الماء الساخن. نروحوا دوكا لا روسيت نتاعنا نتاع الكعكه، عندنا باش نخدموا الكعكه زوج كيلات نتاع فارينه، كيله تاع حليب، كيله نتاع الزيت، مبشور الليمون، عندنا ايضا الخميره ان باكي، عندنا ايضا السكر كيله، وعندنا ايضا شويه نتاع لا جولي باش نخدموا بها في الاخير ونبرقوا بها لو غاتو تاعنا. فيما يخص البايلا الرز نخدموا ب 400 غرام نتاع الرز الابيض، كيما حبيتوا تخدموا بالبسماتي، تحبوا تخدموا بالرز العادي ولا خدمتوا بالبسماتي. دونك الكيله نتاع تاع الرز فيها زوج كيلات نتاع الماء، دونك ولا خدمتو بالبسماتي ولا خدمتو بالرز العادي كيله نتاع الرز بثلاثه كيلات نتاع الماء. نروحوا اول شيء اللي نبداو به، راح نبداو بتحضير التحليه تاعنا. دونك نروحوا نجيبوا ان سوك الكبير، هنايا في الوصفه نسحقوا اربع حبات نتاع ولاد الدجاج ولا اربع حبات نتاع البيض. دونك ناخذوا البيض تاعنا بعد ما غسلناه ونشفناه، ناخذوه بهاد الكيفيه نفقسوه لداخل اناء كبير، يكون اناء كبير ويكون شباب. فوالا نزيدوا له هنايا السكر، كيله تاع السكر تاعنا، ناخذوا الضراب ولا لو باتور وندخلوا كلش في بعضه بهاد الكيفيه هادي حتى يطلع يعني البيض تاعكم ويولي بيض ويدوبل دو فوليوم ويولي موسو. بهاد الكيفيه هادي
هنا كيف تيطلع بهذا الشكل، يعني راه الى دوبلي د فوليوم، تاخذوا الزيت تاعكم وبهذه الطريقه تبداو تطلعوا. شو لكم تخدموا المايونيز فوالا، الكيلة تاعكم نتاع الزيت طلعوها بهذا الشكل. شوفوا كيفاش يولي لهنايا القوام تاعو، اون ديري راكم طلعوا في اون مايونيز. هنا نزيدوا الكيلة تاع البيض تاع الحليب فوالا، ناخذوا مبشور الليمون، وناخذوا نص كيلة نتاع الليمون او لو جو دو سيترون ناتور فوالا، نديروها كاع كيما راهي هيك ايفيتيو باش يكون تحت القاع، يعني هذاك المبشور باش ما يكونش عندكم في فمكم، يعني ما يكونش ما يكسر لكمش القوام نتاع وسمو. هنايا نحبسوا الضراب، نجيبوا اسطر، نجيبوا فوالا، نحطوه دو كوتي، نجيبو الصفاية، ناخدو زوج كيلات نتاع الفارينة نتاعنا، وناخدو معاها لا لوفوغ شيميك تاعنا، وندخلوها بهاد الطريقة هادي فوالا. حطوها دو كوتي، نجيبو اون سباتول، ونبداو ندخلو في قاع لي زانغريديون تاعنا بهاد الطريقه هادي. كي تشوفوا بليك الفارينه تاعكم دخلت بهاد الشكل وتشمخت فوالا، نحو قاع الفارينه من لي بوردور ونعاودو نحبطوها. قلت لكم كي تشوفوا بليك راهيك دخلت قاع، ناخذو ديريكتومون ان فوي وندخلو قاع لي زانغريديون مع بعضاهم حتى يولي عندنا قوام لاباس به. الو الو، الو، السلام عليكم. وعليك السلام شيف امين، واش راكم؟ لاباس، واش كنت؟ وانتيا؟ الحمد لله، معاكم رفيق. يا سي على بالي، هذه واش هاد الغيبه ومرافق؟ وراكي بخطيه. والله احنا معاك امين. ايه بصح انا لازم نشوفك هكذا ساعه ساعه نسمع صوتك، سينو ما نحس بيك راكم معنا. والله معاك، هاو شويه هاو تاعنا الحظ تاعنا. واش راكي لاباس؟ الحمد لله، وانت؟ صحتك بخيرة الحمد لله، وانت؟ الحمد لله عز وجل، الحمد لله. كي تكونوا ملاح ونسمعوا بكم راكم ملاح، رانا ملاح حنا تاني الحمد لله. واسك واس هالعائلة كلها؟ والله غير الحمد لله، والله غير الحمد لله، والله غير الحمد لله، ربي ورحمته. الحمد لله ولدي، ربي يعطينا صحتنا برك. صافا هذا ما كان، الحمد لله الحمد لله، الصحة والستر. صحة امين ولدي، هذيك هي الدنيا. الصحة والستر، هذا ما كان. ربي يسترنا، ان شاء الله ربي يحفظنا، ان شاء الله يجمعين يا رب. ربي يسديك ان شاء الله ويسترك ويحفظك ان شاء الله. يا درا امين، راح نسقسيك امين على الزيتون تاع المرقه. واش عندك؟ الزيتون، الزيتون كي نطيبو مرقه ما يحبش يطيب. وشنو؟ ايه نعمل لي الطريقه كيفاه؟ وشنو واش حبيت تحبي طيبي مرقه؟ ما فهمتش. الزيتون يا اخي نغليه ولا؟ الزيتون، الزيتون عمرك ما تغليه. الزيتون ما نغليوهش. الزيتون ما تغليهش، ولا غليتي الزيتون وراح فيها. عمرك كيفاه ندير له مال؟ عمرك ما تغلي الزيتون ام رفيق. الوغ الزيتون دائما تخليه في الماء. حطيه دائما في الماء وتخليه مده زمنيه تبدلي له الماء تاعو 3 إلى 4 خطرات. الماء دافي ولا ما بارد؟ ما بارد، ماشي ما دافي. باش الملوحه تاعو كاع تروح. اها صح. وطيبيه عادي، ديريه في المرقه كي طيبيه بالعجل ولا طيبيه بالدجاج، ولا طيبي المرقه تاعك كيما طيبي طاجين الزيتون عادي وكاع، وفي الاخر تحطي الزيتون تاعك وتخليه حوالي ربع ساعه الى 20 دقيقه يطيب مع الطاجين تاعك وتطفي عليه. والله الله بصحتكم، ماشي ما لازمش. طيب طيب يا اخي طيب. يا بيان سوري، انت واش معناها؟ نسقسيك قبل باش نتفاهموا على الهضره انا وياك، واش معناها الزيتون يطيب؟ نحبو يطيب لي انا، نحب الكعبه، الكعبه طيب نقول. واش معناها طيب؟ تولي طريه. هي الزيتون ما لازمش يطيب حتى يولي طري. وعلاه؟ سقسيني وعلاه. لو كان يطيب الزيتون واش فيه؟ فيه الاوميغا 3
ولا طابلك فحطيتيه غليتيه في الماء يطيب راح لوميغا 3 تاعو يروح كاع. سي فري تربحي هذيك كيفاش نقولوا حنا يولي طري، لكن ما تستفادي منه والو، وراح يبدل لا كولور يكحل لك كاع من بعداتك. لكن الزيتون عمره ما يطيب، الزيتون تاع 20 دقيقه تاع الطهي تكفيه لداخل الصلصه باش هذيك لوميغا 3 اللي تروح له كاع لي بيانفيزونس نتاع الزيتون اللي يكونوا لداخل فيه والفيتامينات يبقاو في المرقه ما يروحوش. هي. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ لا فهمتك امين فهمتك. واياك طيبي الزيتون، ولا طيبتي الزيتون ورميتي له الماء تاعو ها ما درنا والو. ولا حبيتيه ولا حبيتيه طايب بزاف تقدري زعما نقولوا تحبي الزيتون تاعك طايب بزاف، طيبيه في الماء طيبيه في الماء وحده راكي تسمعي فيا. هاني نسمع فيك امين. بصح الماء ما ترميهش، الماء تاعو خليه ومرقي به باش هكذا تعاودي تربحي كاع لي بيافيزونس تاعو. هذا دون لو كا اللي يحب الانسان الزيتون طايب بزاف، الماء هذاك لو فون تاع الزيتون اللي طيبه فيه، الماء قارديه ما ترميش مرقي به. انا نمرق به بعد. مرقي به فوالا تقدري، دون سكا لا تقدري الزيتون يكون طايب بزاف، تنحيه دائما ديري له معاه شويه قارص، دائما. ديري له شويه قارص وعمرك ما ديري الملح في الماء. خلي الزيتون هكذا كيطيب بنص حبه قارص. وخليه يغلي 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 يغلي، كيفو تيغلي نحيه خلي الماء تكوتي، كي تجي حطي بالطاجين تاعك زيدي الماء هذاك دي ديريه في الطاجين تمرقي به، ما تمرقيش بالماء العادي. اهي متفاهمين؟ يعطيك الصحة تبارك الله فيك. وإياك وإياك أم رفيق، ربي يحفظك ويعيشك. ربي يخليك وربي يعطيك صحتك يا أمين. سلمي لي على الحفيد تاعك. ربي يخليك أحمد. إيه قولي له قال لك الشافة ونحبك بزافة. وحتى ويحبك ويخرج من المدرسه يجري راح يفرج عام وامين. يا ربي يحفظه ويستر ويسجيه لك ان شاء الله يا ارحم الراحمين. تحيه ليكيب لي معاك والاخ اللي استقبلني احسن استقبال نقول شكرا والدي. يحبوك يحبوك خلاص ويلفوك، ما قالكش رانا زعفانين عليك كيما عيطيناش. والله يا هي ظروف برك يعني لا احنا معاك يعني اقطع في الحرب ساعه نحكموا ساعه لا. راح شم منك برك سينو كان يقول لك. ربي يعيش ربي يخليه وليكيب كل معاك يا ربي يحفظها من شاء الله ربي يعيش. وإياك وإياك ربي يسجيك ويحفظك. تحية لأم زكريا وفلان من السبت ومن الأسد. أم زكريا رمت علينا المديرة ما يستعيط كاع. واقيلا واقيلا بدلتنا. علاش؟ لا ما تبدلكش ها. قولي لها قال لك شاف الله نزعف عليك. يعني نتصل معاها ما تبدلكش امين. ربي يحفظك ربي يسجيك ويسترك ان شاء الله. كل من السبت الثانيه يتبع فيك ما ينحكمتش برك. ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يسجيكم ان شاء الله ويخليكم تاج فوق راسنا. ربي يخليك امين ربي يعطيك صحتك وربي يخليك بنياتك ان شاء الله. واياك ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك ويعيشك ان شاء الله بارك الله فيك ربي يحفظك. الى اللقاء ان شاء الله وتحياتي لكل ناس قلمه. دونك فوالا شتو لو غاتو تاعنا او سيترون 190 درجه حطيناه على 190 درجه. نروحو نيطوايو البلون طرافاي تاعنا ونبداو نكتبو للصحه نطيبو كيما نقولو حنايا. نروحو نبداو نخدمو لي بلا تاعنا. دونك قلنا لهنايا راح نشوفو نخدمو لي دو بلا او ميم طون. عندكم لا بايلا لو مونتاج تاعها راح يكون سهل بزاف. من بعد نروحو ديريكت نخدمو لي طاكوس تاعنا. لي طاكوس نخدمو لكم حبيبات على الطريقه التقليديه وحبيبات راح نخدموهم لكم على الطريقه يعني نتاع هذا الوقت هذا. دونك نشعلو لهنا النار تبعوني مليح فوالا ونبداو نخدمو لي زانغريديون تاعنا واحد بواحد. تبعوني مليح في البايلا اللي حين نخدموها على الطريقه يعني وين فيها الخضار بزاف ما فيهاش بزاف فواكه البحر والدجاج وكاع. دونك اخترنا واش تقدروا يعني نتوما تشرو تقتنيو في الاسواق تاعكم في لو كوتيديان. الو الو السلام عليكم. ها سيدي مرحبا. واش راكي معك؟ واش راكم؟ لاباس الحمد لله. واش راك امين؟ لاباس. واش راكي؟ واش راهم ناس المسيله؟ والله غا يسلموا عليك. نحبهم بزاف ناس المسيله. الله يعيشك. نحبهم نموت عليهم سيرتو كي يديروا لي مهره السلطه ما عندي ما نحكي لك. احنا ولاد الدراج نموت عليه. فقتي لي منين. وانتي واعره انتيا صافا صافا. انا دراجي من ولاد الدراج. ربي يحفظك. انا واسمني الدراجي واسمني الدراجي اسمعي واسمني الدراجي محمد الامين. ايه ولا قلنا بك بلي راك دراجي على بالك. ماشي حضني دراجي. كاين الحضنيه وكاين الدراجيه ياك.
انا عميه. ربي يحفظكم ويحفظنا كاع جزائريين ونتحبوا بيناتنا وهذاك هو الصح. ربي يحفظك. يا درا قولي لي كاش طيابات كاش؟ والله ما سمعتك. قلت لك كاش طيابات كاش اطباق كاش ما؟ والله اليوم رانا صايمين. ايه صيامك في الجنة تما هنا وينك رايحه طيبي فور كي تكوني صايمه؟ مازال قلت شوف امين صحي طيب راح نطيب الفطور. راكي رايحه دي راكي حتكوبي عليا؟ لا كوبي عندك الحق نستعرف بيك. ربي يحفظك. والله وليدي من يشوفك شو عيني يقول لي ماما يقول لي امي عمو امين وصحي طيب وصحي طيب اليوم يقول لي ماما طيبين لازم طيبين كيفو. وي لازم قولي له لازم 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 اي وي. من جي نبدا الناس يقول لي ماما صحي طيبي. ربي يحفظه ان شاء الله وربي يسجيه لك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. نعم التربيه تفرحي به ونجو نحضروا له في عرسه. ان شاء الله يا ربي. ونطيبوا له. مرحبا بكم. نديروا له البربوشة. هذه هضرة سيدنا. وكيفاه؟ ربي يحفظنا ويحفظهم ان شاء الله. وعبالك انا المسيليه تعرفي علاش نحبهم بزاف؟ علاه؟ باسكو الناس كرامة بزاف ويعرفوا لها. صح. وي يعرفوا لها نحبهم بزاف والله نحبهم. ربي يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. امين. عندي ملاحظة بك. ديري 10 ملاحظات كاع ماشي غير واحدة. ايوه. شوف مثلا بثلاثة ولا بالاربعة ديرنا هكا معجنات يعني طياب سبيسيال المعجنات. وانا نديروا المعجنات مالاش نديروا. يعني كما نقولوا احنا في الاسبوع هكذا سبيسيال يعني يوم الاربعاء. مثلا ولا يعني كما مثلا الاربعاء ولا الاثنين ولا يعني نهار سبيسيال يعني تاع معجنات. يوم مثلا للحلويات. ماشي مشكل. بصح حنايا حنايا حنا رانا كل يوم كل يوم نديروا الحلويات وكل يوم عندنا يعني طبق من الاطباق التقليديه تقريبا كل يوم غير نهار يدومونديونا يعني يطلبوا منا المشاهدين نعملوا لهم وصفات نديروا يعني لازم نبقوا لهم بخاطرهم ما خلوهمش هكذاك. وثاني مثلا كل يوم يعني مثلا يوم السبت او الاحد يعني النهار تشوفوا انت يعني يناسبك يعني عرفونا بالمناطق الجزائريه يعني مثلا الاطباق الجزائريه كاينين ما نعرفوهمش. بيان سير نخدموهم باذن الله نخدموا سيو نخدموا كاع المناطق الاطباق تاعهم باش هكذا نعرفوكم بهم. غايبه علينا بزاف ما نعرفوهاش. صح كاين اطباق بزاف ما نعرفوهمش كاين توابل بزاف ما نعرفوهمش. ها هكا بها يعني نتعرفوا عليهم باش نعودوا نعرفوهم ما نعرفوش عليهم ما نعرفوهمش. والله غير راكي تهضري في هضره صواب. نعم والله راكي تهضري في هضره صواب باذن الله نوعدك اني راح نلبي لك الطلب تاعك. بارك الله فيك. وفيك يا ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. ممكن اهداء؟ معلوم ياسير. تفضلي. اولا نديها الطاقم النهار نقول لكم راكم هايلين راكم في القمه كملوا هكا وان شاء الله ربي يكون معاكم ان شاء الله يا ارحم الراحمين. ونهديها الاولاد نديها الزوجين والاخوه والوالدين ان شاء الله. ونهديها سيرتو 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 يا امين سماح راه تحبك. شكون؟ بنت خويا سماح. ربي يحفظها ان شاء الله وربي يسجيها ان شاء الله. ولا قال لك الشاف نموت عليك. وهي والاخوات نتاعو ربي يحفظهم ربي يحفظهم ويسجيهم ان شاء الله وربي ان شاء الله. وناس الخيريه الشاف امين راهم يفتخروا بك. قول لهم نحبوكم بزاف بزاف حنا ثاني نحبوهم الله ربي شاهد ربي شاهد. صافي بليزير عندنا الشاف واسمه امين نفتخروا بك. وي انا ثاني نفتخر بكم بزاف بزاف ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظك وسلم لنا على العائلة وعلى الأم. يبلغ يتسمع فيك. ربي يحفظك يا الأم. ربي يحفظك إن شاء الله ويسترك ويسجيك إن شاء الله ربي يخليك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربي وإياك 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 إن شاء الله إن شاء الله واصل هكذا القيمة إن شاء الله خمس نجوم. إن شاء الله وش قلتي لي؟ قلت لك إن شاء الله خمس نجوم. أنا خمس نجوم راني هايل كيما راني يا ستي. ايه وانا كي تحبوني ونحبكم هذوك هما النجوم راني في 33 نجمه كاع ماشي غير خمسه. احنا نحوسك تكون كما يقولوا امهر طاهر في العالم. لا انايا شوفي سمعيني مليح واش نقول لك. انايا كي تحبوني نتوما وترضاو بيا وقانعين بالخدمه وانا قانع بكم هذوك هما العالميه وهذوك هما خمس نجوم وهذاك هو احسن طباخ في العالم. ان شاء
دنيا ما فيها. اه ودي انا نحب تاوعنا، انا نحب غير هاك غير بيناتنا برك، هذا ما كان. هذوما اللي زالجيريا، احنا دايرين كيما هكا وما كانش اللي بدلنا. نعم. ربي يحفظك، ربي يسترك ويسجيك ان شاء الله ويخليك ان شاء الله تاج فوق راس وليداتك والناس اللي تحبك. الله يسترك، ربي يخليك ان شاء الله واياك. ناس المسيله نحبوكم بزاف بزاف، ربي يحفظكم ان شاء الله ويسجيكم، ربي يحفظكم ويسجيكم وينور لكم طريق. فوالا دوك هنايا كوم شفتوا كيفاش كنا نخدموا ليمون، خليناهم هما الاخرانيين، نزيدو نديرو البازيلاء فوالا باسكو طايبه شويه، دونك نزيدو نديرو لهنايا حوالي ثلاثة مغرفات تاع البازيلاء ونقعدو ندخلو في كاع لي زانغريديون تاعنا بهذا الشكل هذايا. فوالا هادي هي بايلا ما تكلفش بزاف، والبنان تاعها تاع لا بايلا كاين. هنا ناخدو المرقاس تاعنا، تبعوني مليح، نحلوه بهذا الشكل حبيبات حبيبات. فوالا خيروا لي ملاح اللي يكونوا شادين روحهم، ما تخيروش اللي يكونوا معبزين، خلوهم ديروهم عجه. وهادو ما استعملوهم بهاد الكيفيه هادية. فوالا يتفتحوا هكذا هكذا وتبداو تاخذوا فيهم وتحطوهم بهاد الطريقه هذه. بزاف ناس يقول لك يا خال مرقاس في لابايلا، اي با راح نعطيكم واحد المعلومه ونقول لكم بليك لابايلا الحقيقيه اللي هي لا فالونسيان فيها المرقاز. اكرمكم الله، شوفوا سمعوا مليح، اكرمكم الله المرقاز اللي يخدمه في لابايلا تاع الصح لا فالونسيان هو نتاع الخنزير، اكرمكم الله حنا مسلمين. دونك حنا نخدموا بالمرقاز تاعنا عادي، ناخذوا لهنايا الدجاج تاعنا نحطوه بهاد الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. فوالا تبعوني مليح مليح. هنا شوفوا غير ربعه نتاع وسمو، ربعه حبيبات نتاع الجناحتين. فوالا ونزيدوا لهنايا ليمول. يطلع على مسامعنا اذان العصر، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والتواب والمغفره. نخدموا مور الاذان، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والتواب والمغفره. دونك حكمنا ترشي البصل، ترشي احمر، ترشي خضر، البصل وايضا المايس، قليناهم في الزيت. هنايا نخدموا بالزيت. كي تقولوا تاكوس، بزاف الناس اللي بورو التاكوس هو عباره عن يعني اكله خفيفه نتاع فاست فود، يعني تاع اكل سريع، لكن خطا انه تعتبروا ان هذا الطبق من هذا الاقبال هذا، لانه كاين زوج انواع من التاكوس. كاين التاكوس اللي هو لا ستريت فود او اكل السريع او اكل الطريق، اللي هو فرنش تاكوس. فرنش تاكوس اللي ناكلوه حنا كاع هنايا ونشوفوه يخدموه بزاف الناس في لي فاست فود ولا في يعني محلات الاكل السريع. لكن هذا النوع من التاكوس اللي رانا نخدمو فيه هو تاكوس نتاع المكسيك، ويعتبر التاكوس المكسيكي من يعني بين اطباق التقليديه نتاع المكسيك. دونك هنايا حكمنا الدجاج تاعنا، درنا له القارص الملح الثوم، ودرنا له لو سيترون ولا يعني القارص والثوم والبابريكا وشويه نتاع الزيت، ورانا نمشوا فيه. حكمنا لهنايا ايضا لي زانغريديون تاعنا مشيناهم، نعاودوا هذا كيما راهو كنخليوه هكذا، نعاودوا نحكموهم ونمارينيوه فيهم. يعني خلينا البابريكا والثوم، ريحه الثوم هنايا كاينه، دونك نمارينيوه بهاد الطريقة باش نعاودو نرمصو كاع هذيك لا مارينات اللي كانت. الو الو الو، السلام عليكم. قسنطينة تنادي. سلام ورحمة الله، مرحبا بكم. واش راكي لاباس؟ والله لاباس بخير. وانت يا صحتك لاباس؟ الحمد لله الحمد ربي. راكي تباني لي سيريو بزاف. مش هاي اكيد ضحكتي صافي بليزير. اني درا نهضر. ها لا قريب على بها راكي. هادي يا هادي سامحينا، ربي يجيب شيفا ان شاء الله طهوره ان شاء الله. لا معليش، ربي يحفظك ان شاء الله. نعم شاف نشكركم واياك، ربي يحفظك. باسكو
ديما ثلاثه كي نوصل من الخدمه ديما نحط النهار على جالس ربي يحفظك لي غوسات اللي تحطهم ربي يحفظك اوف ربي يجازيك وربي يعطيك صحتك وربي ربي يحفظك لا شكرا على وجهك شكرا على وجهك شاف ربي يعيشك حبيت برك تعطيني غوسات تاع حمص ما تحكيش عليا انا قسطنطينيه من كازا حمص دوبل زيت حمص بيناتنا حمص دوبل زيت ايوه طليتي لي على قلبي من 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 الاطباق اللي نحبها بزاف 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 حمص دوبل زيت نحبط على جالها القسنطينه نكذب على صحابي يقولوا لي شك عندي القسنطينه نقول لهم والله عندي شغل ارجع احنا نقول لك زوج بلايص القسنطينه عندنا في الرحبه طفاي ايه 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 ياكلوا الحمص ايه تما ايه وعندنا في سان جون ثاني هذا زوج بلايص يديروا حمص لا لا في الرحبه باب الرحبه 9 8 9 الصباح تلقى ايه تلقى لا مارمي تاع الحمص بيان سير واجد الريحه تاعها طايب واجد خالص واش نحكي كل ما واش حبيت باش نحكي لك تحب اي حاجه هذه عدت الصباح باش نحكي لك عدت الصباح وثاني حبيت تعطيني غوسات ربي يجازيك تاع الكريم فريش ناتورال اللي نخدموه في الدار بيان سور شوفي سهله شوفي لا كريم فريش باسكو يعني ترو شير يعني كي تحب لا كريم فريش الماكلات شويه غالي لا كريم فريش اللي تخدميها بالدار ديجا لازم لك الحليب الكامل تدوسهم صح هذوك نفهمك وعلاش ما تخدمش معناته كيما نسلي كامل دوسهم اللي تلقاياه كامل لي اونتي اللي يعيطولو لي اونتي صح بصح الحليب كامل دوسهم اللي رانا نشرو فيه حنا برا هاو مخدوم من البودره دونك باش تطلع لك لا كريم فريش من الصعب جدا 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 تطلع لك لا كريم فريش كيفاش طلعي الكريمه الطازجه تطلعيها من الحليب تاع البقره كيكون في المخضه تاعو كيكون يتمخض مازال ما نزعناش منه الزبده باش طلعي لا كريم فريش تطلعيها في زمان الشتاء بالماء البارد وفي زمان الصيف بالماء سخون هاد الحكايه اللي يعرفها الا القليل القليل انا علاش نفتخر اني نعرف كيفاش يطلعوا هاد الامور لانه تعلمت عند عمي قدور الله يرحمه مانا اللي يسكن في براقي كان هو البقال نتاع لا ريجيون وخالتي الجوهر الله يرحمها برحمتي الله شوفي ذكرتهم في هاد في هاد في هاد في هاد الوقت هذا كنت صغير انايا وكنت نروح نشوفهم كيفاش يمخذوا الحليب كيفاش يديروا البن وكيفاش يجبدوا الزبده وكيفاش يجبدوا الكريمه الطازجه دونك الكريمه الطازجه باش تجبديها لازم لك الحليب تاع البقره الحليب قبل ما يتمخض دونك الحليب كي تبدا تمخضي فيه تمخضيه في زمان الشتاء ولا كان البرد تمخضيه بالماء الدافي وما تخرجيلوش الزبده تاعو باسكو ولا خرجتي له الزبده تاعو ما تقدريش تكون عندك كريمه طازجه من الطراز الرافع اه داكور فهمتيني وفي الصيف بالماء بارد بالما بارد الاخت ربي يحفظك ان شاء الله ولو كان نلقى نوعدك شوفي نوعدك وعد الحر اني لو كان نلقى الحليب يعني يكون هذاك وين جا من 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 المزرعه ولا راح نخدم حصه غير بهذه الامور باش نوضحوها لخاوتنا ان شاء الله هشاف انا حبيت نقول لك حاجه برك قولي عشرة ربي يجازيك احنا نتا يا اخي خدمتنا الكوزينه ايه مهما نكونوا في مراتب عليا مهما نقراو مهما صح مي حنا في الكوزينه مرا معناتها الكوزينه صح مرا بالنسبه لنا معناتها لازم تعرف طيب سواء الولاد سواء الراجل صح بيان سور الراجل لازم الطياب يكون قد قد سينو ما يخرجش في كلش الا طياب عندك شوفي شوفي الراجل الجزائري كرشو وامو هاد الزوج عفايس تصلحي له فيهم يحطك تاج فوق الراس تخلطي له فيهم باسيتي اعلنتي حرب يولي حاجه واحده اخرى يولي فيها عشره ينحي القناع يولي من لوت بلانيت كيف قلت لك يعني شنو بها هذه بين قوسين انا شوف انا كاينه حاجه نصح بها الاخوات ايه يبداو يخدموا الاولى يصفيو قلوبهم ينحيو خلاص مغش اي حاجه مغشه ولا باسكو لا باسكو المزاج يرجع للماكله وي اول حاجه نسميو بسم الله ثاني حاجه نصفيو روسينا من اي مشكل باسكو امني كي يعود عندك مشكل في راسك ولا تنسى تحط حاجه صح تنسى تخوازيام الماكله يقليوها على قد ما يقدروا على نهار هذا يعني يمدوا للطياب يمدوا له امباسيونس يمدوا له القيمه تاعو معاه البال يمدوا معاه البال بزاف إيه؟ انا ما نكذبش عليك انا ماكله بيضاء انا ننجح مع الياش طاقي نطيب على قد حالي بصح ناجحه الحمد لله انا راجلي كيقول لي كثر خيرك كياكل يقول لي كثر خيرك
عند الدنيا وما فيها. نفهم باللي راني صح، راني طيبك وماكلة تعجبك. إيه وفيه وماذا بيك نوصيك حاجة، واسمه راجلك واسمه؟ هشام. يا هشام خويا العزيز. أفهمك حاجة، المرة تاعك هذه غير حدر عليها، وزيد نقول لك واحد الحاجة واحدة أخرى، في رمضان كي خلاص رمضان هاو حك جيبك شوية، أو موجزيها بكاش خويتم ولا كاش حاجة، الفال نتاع رمضان اللي تتعب معاك، وباين يحب ياكلها بيناتنا. والله يموت على كرسي. ما ياكل بزاف مسكين بصح. يحب لاكاليتي. يحب لاكاليتي. يحب لاكاليتي. يحبها لا حامضة لا مالحة لا فيها زيت. إيمالاتيك إيمالاتيك سي هشام حق جيبك، وروح شوف كاش كادو شباب للزوجة ماذا بك. والله عبالك هدية، سمعيني مليحة، راني نعطي لك واحد العفايس تاكي تضحكي، من عادات وتقاليد الجزائريين. أنا يا أنا يا راسي يحبس كي يبداو يهضروا على الحضارة دوك، أنا شوف في لي ريزو سوسيو ويقول لك تبدا نقرا دي تريك، وين المرأة تكتب على الراجل وتهدر زعما شغل على الراجل، ولا راجل جزائري حضارة في العلاقات الزوجية، أقسم بالله العلي العظيم. شوفي بكري بكري الراجل يخرج من الدار في السمانة الأخرانية تاع رمضان ولا في ليلة العيد، يروح يشري لمرتو ان كادو، بكري كانوا يشريوا الخاتم. صح صح انا بابا ويعطيه لها ويحطه لها في الكاس نتاع الله اعلم، ولا ما خفتش نكذب لي ولا كذبت صحوني، كاين دي ريجيون اللي يحطوها في الكاس تاع الشربات، خاتم تاع الذهب. شكر تشكر هذاك. شوفي الراجل الجزائري ما يقدرش يقول لمرتو سمحي لي، والله يعرف يموت ما يعرفش يقول سمحي لي، بس هذاك 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 الجاست هذاك يعني كلش، يعني يطلب سماح والشكر وكذا اللي قامت بهم في رمضان. ومن بعد يقول لك الجزائري احنا شوف احنا الراجل الجزائري انا نشفى بابا الله يرحمه. نعم كان القيمه اللي انا نشفى بابا الله يرحمه، كان القيمه اللي مدها لما. نعم يعني قيمه كبيره. ايه كان يكرمها كان يعاونها. احنا الراجل الجزائري ما كانش واحد مكرم المراه قد الراجل الجزائري. انا نهضر تبان النص نسجل انه بلاني قاعده نكذب على روحي. مينو مينو القيمه الجزائريه يمس قيمه المراه صح، ومش كي انت راجل ولا راجلي انا راجل. لا 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 والله الراجل الجزائري اكونديسيون اكونديسيون تكون المراه ثاني مراه صح تتهلا فيه وخلاص. مراه ثاني مراه صح تتهلا له. الثانيه الشاف ثاني انا نشوف انا نمد الماكله قيمتها سورتو في التقلانيه كي نقليو على النار هاديه مع الاول البرمه تلقاني لا ماكله حوا نحط طماطم ضربه وحده انا عمي اش نحط ونعاود ونمرق ضربه وحده انا ممكن إيه؟ نزيد امسيت كونفيتي امني الماكله والله انا ديفو انا محسوب لا بريبا نطيب بلا شي لحم. ايه بيشير ما لازمش ماشي لازم لحم بنينه ولازم لحم ماشي لازم لحم ماكله بنينه باسكو تقني باسكو الاتقان في العمل هذا هو اللي يعطي هذا هو اللي يعطي 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 كيفاش يقولوا ماشي شرط لازم تحط اللحم ولا تحط الاتقان ولا الاتقان كي تحبي حاجه تعمليها بقلبك تخليها تتجمر الله الله باسكو تخمي في الناس اللي راهم رايحين ياكلوا دونك تخدميها من قلبك وهذا هو الشيء اللي يخلي الماكله تاعك تكون بنينه الاخت ربي يحفظك. ونساو التعب والسخف وربي يجازيك الشيف. وحنقول لك حاجه في انا طولت انا ممنوع ما نطولش باسكو على بالي كاين ناس بزاف يتصلوا باش يهضروا. إيه؟ ربي يجازيهم الناس اللي يتصلوا ما يطولوش ما يديروش كيما انا ما يطولوش انا سي لا بروميير فوا. إيه؟ وين وين اتصلت سي بور سا اللي طول شوي احمد بهم كي يتصلوا ما يطولوش فيه باش يخليهم. ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يجازيك واياك ربي يجازيك ان شاء الله وربي يحفظك ان شاء الله واياك. يا ناس الخير فوالا لو غاتو تاعنا ها هو كيفاش داير لو غاتو تاع السيترون تاعنا شوفوا الله الله دوك نحطوه يبرد باش من بعد نديمو ليوه ونقدموه لكم في اخر الحصه. دونك الاولانيه حكمناها بهذا الشكل هذايا حطيناها فوق الزيت يعني درناها باش هذه هي تاكوس هكذا يتخدم دائما يتحط كاين ناس اللي يديروه في لابريس خطا ما يندارش في لابريس يندار دائما في المقله و يعني تحكموه هكذا وسمو فوالا بهذا الشكل هذا وتقلبوه بهاد لا فاصون هذه. هنايا لازم لا سيرفاس هذه تيبس لانه مخدومه بالمايس. هنايا نروحو نديرو الثاني دونك راحين نخدمو لكم زوج على الطريقه التقليديه. فوالا الو الو وي مس الخير شاف سلام ورحمه الله ناس مديه الله الله
خلاص العنب ولا مازال؟ نعم العنب خلاص ولا مازال؟ لا مازال بعثناه لك بصح صدقوه. واش قلتي لي؟ قلت لك بعثناه لك وصدقوه. معليش معليش. واش راكم؟ والله غير لاباس شاف تبارك ملاح. ربي يحفظك ان شاء الله وان شاء الله يسجيك. ربي يحفظك ان شاء الله يا درا. الخطره الجايه مدي مدرسه مليحه باش ما يدوه الناس خوتنا. معليش. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك ويخليك ان شاء الله. ربي يحفظك الاخت. ربي يحفظك يا درا. احكي لي دونك من المديه، احكي لي كاش اطباق تقليديه كاش؟ كاين الاطباق التقليديه شاف، كاين غير هما. الله الله. تقريبا حنايا في الجزائر يعني متشابهين، تقريبا متشابهين في الاطعام الشخصيه كل شيء. نعمه الاطباق التقليديه يتشابهوا. انت على حساب رايك؟ ايوا شنو حنايا في الو قلت لك على حساب رايك يتشابهوا. يتشابهوا مي كاين في المديه كيشغل كاين بنا خاصه تاعها محدها. واش قلتي زواخه انت يا باينه؟ واش قلتي؟ لا مانيش زواخه. لا دابا ما كليتش اصلا ماكله تاع المديه. نعم ما كليتش اصلا ماكله تاع المديه نتوما. المديه انا على بالي بلي كيخدموا ما شاء الله. لا نعرف ناس المديه ما شاء الله في طياب تاعهم في الطهي تاعهم، خاصه كيخدموا الشخاشخ والطعام وكاع الله يبارك عليهم. قطعت المكالمة. عاودينا الأخت، عاودينا مدى بك نقصروا معاكم شوية على الطبخ نتاع ناس المدية. دونك فوالا شوفوا كيفاش رانا نخدموا فيهم يا ناس الخير. لي طاكوس هادو هما لي طاكوس نتاع كيما يقولوا نتاع الجدود نتاع 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 المكسيك. ألوغ باش نفهمكم، الطاكوس دائما يديروا له في لاسيرفاس تاعو اون بات، حنا هنايا نديروا له الفروماج بلون، لكن المكسيكيين الحقيقيين واش يديروا له؟ يديروا له زبدة الفقير. وشنو هي زبدة الفقير؟ هي الافوكادو، لي زافوكادو، كيحكموا لي زافوكا يرحيوهم بالقارص، يديروا لهم شوية نتاع الحار شيلي، ويحركوه مليح بزيت الزيتون حتى تولي اون بات، ويديروا القارص باش ما تكحاش، وبها اللي يعني يدهنوا لا سيرفاس نتاع هاد لي غاليت هادوما، سينو يعني يخدموهم عادي لأنه لو فروماج والزبدة اللي ديريفي يسون طري طري شار في يعني في المكسيك، لأنه بلد يعني يفتقر إلى هاد المواد هادوما. دونك يعيطوا له لو بوغ دو بوفغ. فوالا جبدوها من هنايا وما خلوهاش تلصق كيما يقولوا باللغة العامية. فوالا ونزيدو ندخلوها من هنايا بهذا الشكل، نخرجوهم بيان. دونك هنايا قلت لكم هذا الطاكوس التقليدي اللي تلقاوه محطوط هكذا بهذا الشكل، هذا هو الطاكوس التقليدي. هنا دوك نروحو نخدمو لكم لي طاكوس، نخدمو زوج برك لهنايا باش هكذا يعني من باش تعرفوا ابوبري كيفاش، ونروحو نخدمو لي طاكوس تاوعنا العصريين ولا فرنش طاكوس. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ امين. واش راكي؟ انا اسماء من خنشله. اي ناس خنشله. الله 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 ربي يحفظكم ان شاء الله. عيط به نقول لك شيخ امين شكرا على يدينا دوك ما شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك. انا نتبعوا ديما في الوصفات تاعك ما شاء الله. لازم ربي يحفظك الاخت. ربي يحفظك ونعاودوه مواصفاتك ديما نعاودوهم. ربي يحفظك ديما. ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك ويسجيك ان شاء الله. ربي يحفظك الاخت. نفرح انا كي نسمع قداه الوصفه نخدمها تصلح ما شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. وصفات سهله شويه يعني الناس يقدروا يعاودوهم. لي تارت درت تارت بوم. صافي فليزير. صافي فليزير ما شاء الله ما شاء الله. فرحان بك. ما شاء الله ما شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يخليك الوالده تاعك ان شاء الله يا ربي، كاع الوالدين كاع الجزائريين، وربي يكمل لك ان شاء الله في العمل تاعك ان شاء الله. ربي يحفظك ويسترك ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك، وربي يخليك ان شاء الله تاج فوق راسنا. لي تاكوس تاعك ما شاء الله العشيه نخدم. وي العشيه فير تاكوس بيان سير. وي ان شاء الله. في امان الله. ربي يحفظك الاخت. ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. في امان الله واياك. ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله يا ارحم الراحمين. فوالا دونك نحكموا الدوزيام. راكم شفتوا الاولى كيفاش خدمناها، انزيدوا نحكموا هذه الهميه اللي راهي هنايا. فوالا شدوها بيان باش ما تهربش.
دائما نطليو دائما نطليو باش يقعد ان بيبي باش ما ينشف الناس لو تاكوس لوي ميم لا غاليت باسكو لا غاليت مخدومه بلا فارين دو مايس باش هكذا ما تنشف الناس كي نديروا لها لو فروماج تقعد توجور ان بيبي فوالا ناخذوا لهنايا اون كونتيتي تاع تاكوس بهذا الشكل نحو دائما باش نخلو خاوتنا يشوفوا بيان كاين اللي يديروا لهم اللي قلت لكم فرنش تاكوس يديروا له لي فريت ويديروه افيك صلصة بيضاء فروماجيريتو حنا نخدموه دائما على الطريقه حتى ولو كانت فرنش تاكوس لكن نخدموه دائما بهذا الشكل حتى يكون عندنا يعني ان تاكوس بيان بيان انفلوبي كيما حب الخاطر فوالا نزيروهم مليح نزيدوا واحد اي نزيدوا واحد بور لا فورم ونحطوهم يغراتيناو بيان كوم يلفو فوالا وراهوك هنايا ناخذوه قلت لكم الاوريجين الاوريجين سي با لو فروماج اللي يندار ويجو حارين في يعني في الوصفه التقليديه يجو حارين فوالا ناخذوا الفروماج تاعنا نعمروه بهذا الشكل ونحطوه بهذا الشكل هدايا ونروحوا ايضا نكملوا كاع الوصفه بهذا الكيفيه مع الاخر نحكموا شويه بيشاميل نديروها من الفوق نديروا شويه فروماج ونحطوهم يغراتيني وهاي لا بيشاميل تاعنا واجده ريتلا ما ريتلا حليب 100 غرام فارينا 100 غرام نتاع زبده دونك هنا نزيدوا شويه فروماج وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل يحمروا شويه نجبدوهم باش تشوفوا دونك هنايا لو غاتو تاعكم نتاع السيترون شوف كيفاش يطلع يطلع من بعد يعاود يحبط شويه علاش يعاود يحبط شويه باسكو سي تا مويلو او سيترون دونك لو سيترون هذاك ولا لا فيتامين سي هذيك اللي تكون لداخل لا سيد سيتريك تعاود تحبط شويه ليجيرمون تري ليجيرمون يعاود يحبط لكن الصح كاع يبقى مويلو دونك يدوا اتر مويلو شوفوا تبعوني مليح كيفاش شوفوا كيفاش يكون طري مويلو فوالا وشوفوا كي تفتحوه تفهموا يعني بزاف امور شوفوا كي تفتحوه كيفاش راح يكون فوالا طري مويلو ام بي بي من الداخل راكم تشوفوا كي تحطوا يدكم تحسوا بليك هذاك جو سيترون كوم سي كو راهوك شغل شربات وشربتوا به يكون طري 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 مولو ويجي ام بي بي من الداخل ويجي ما شاء الله وهذه هي لا فري كويسون تاع لو غاتو او سيترون ولا خليتوه يطيب بزاف راح يجيكم ناشف بزاف ولو سيترون راح يبدل لو كو وتولي فيه لامارتوم دونك ريغاردي ها هوك شوفوا لهنايا في القلب تفهموا بزاف امور اللي ام بي تشوفوه مشم خيلي مولو وهذا سي لي في تاع لو سيترون وهذه هي يعني النتيجه اللي حابين نخرجوا ليها بزاف دونك هنايا ايضا عندكم لا بايلا تاعنا اللي خدمناها غير بالدجاج يعني بالجناحتين تاع الدجاج درنا ست حبات نتاع الليمون ودرنا خمسه ولا اربعه جناحتين ودرنا ست حبات نتاع ايضا المرقاز بور دوني برك اون بريزونطاسيون وشوفوا لهنايا الروس تاعكم كيفاش طاب باش تعرفوا بليك الروس تاعكم طاب فوالا شوفوا كيفاش راهيك ما شاء الله شوفوا الروس تاعكم الداخل كيفاش راهوك هنا تفيقوا بالكلوري تاعكم طايب ما شاء الله اون فانتين دو مينوت او غران ماكسيموم شوفوا كيفاش على حبه نون سولمون على حبه وثاني طايب ما شاء الله هنايا نعطيكم واحد النصيحه جامي او غران جامي كي تكونوا تسربوا لا بايلا تسربوها من الفوق هذا خطا فادح لا بايلا تتسربها من التحت للفوق تبقى حوالي 10 الى 15 دقيقه قبل ما تسربوها تروبوزي باش تتقعد البنه نتاعها من بعد تبداو تخلطوا من تحت للفوق وتسربيو لو كان تسربيو من الفوق لو غو ما راكمش رايحين تديوه لو غو يكون من تحت باسكو لو ري سي تا فيكولون نشاوي ويجبد عنده حا عنده يعني قدره الامتصاص نتاع لي سافور يكونوا لتحت وحتى ولا لقيتوها لاصقه شويه هذيك هي البنه نتاع لا بايلا دونك دائما خذوا بهاد الامور بعين الاعتبار فوالا نشوفوا كيفاش بدات لا لازمش تقراتيني بزاف باش يكون في علمكم لازم تقراتيني طري ليجيرمون ما تكونش قراتيني بزاف دونك غير شويه تبدا تقراتيني تجبدوها ويكون ايضا وسمو تاعكم يكون بيان بيان شو ناخذوا لهنايا اون راكليت فوالا تحقوا غير جوست اون راكليت نرفدو هكذا وسمو تاعنا ونحطوه بهاد الشكل هذايا هكذا يكون عندكم التاكوس التقليدي وعندكم التاكوس ايضا فرنش تاكوس ولا سميوه كيما حبيتو انا نسميه تاكوس يعني مودرن ولا كيما حبيتو سموه انا دونك نسميه تاكوس فاست فود وتاكوس ايضا نتاع
التقليدي ولا اللي ينسبوه الى الطبخ المكسيكي. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الف صحه اللي تبعتونا وكنتوا اوفياء معنا في البرنامج، اللي عيطونا فرحانين بكم، واللي ما عيطوناش ولا عيطونا وما حكموناش فرحانين بكم ايضا. احنا المهم رانا عندكم في الدار، نفوتوا معكم هاد التسويعه، نضحكوا نقصروا ونستفادوا. ما تنساوش دائما تكلوا على ربي في اموركم، وعرفوا بليك هاد الاكل كيطيبوه للاهل تؤجرون عليه، دونك لازم تخدموه باتقان وتحسنوا العمل فيه. ما بقى لي غير نقول لكم كل الجزائريين المرضى ربي يجيب لكم شفاء العاجل، ناس يران في الغربة ربي ان شاء الله يجعلكم سالمين غالمين الى الوطن الحبيب الجزائر، موتانا ربي يرحمكم ويجعلكم في الجنة. ما بقى لي غير نقول لكم حاجة، ما تنساش دعينا بالخير، تحية الجزائر، سلام.